ما شاء الله تبارك الله يا ذكر الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. عطن جنبه عطن جنبه. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله. وش هالمزيون يا عساف؟ ما شاء الله تبارك الله يا ذكر الله. هذا المهر هدية فزاعة، هذا من فيصل بن جفين، الله يبارك له بحلاله. ما شاء الله تبارك الله يا ذكر الله يا ذكر الله. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. فزع شافه؟ آه اي شافه، بس قلت اخوي اي طبعا احنا فكر ان فزع ما يشوفه، لكن تورطنا وشافه فزع من كثر حركته شاف المهر. لكن تدري شو نقول؟ ليش انت ايش قلت له مشوي؟ قلت هذا الخوي بيحطه عندي والليل بياخذه. بالليل بياخذه مضبوط. هلا يا مس النور. يلا حيو. يا هلا والحمد لله على السلامة. سلامتين، سلامة وصولك من الرياض والحمد لله على سلامتك عقبك الكارثة اللي انت تخبر. الله يسلمك ويعافيك. وش انطباعك بعد ما سمعت الخبر أمس انه السنة الجاية عام 2024 عام الإبل؟ وانت لك موقف يعني علاقة طيبة مع الإبل. اي صحيح، هذا يسمى افتتاح. افتتاح؟ اي فعلا. سجلت دخول انت ها الاسبوع اللي فات؟ نعم. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. كل المتابعين يقول مو صحيح، محمد جته اصابة يا برجله يا بظهره يا براسه يا شيء. لا انت طلعت سليم الحمد لله. ما شاء الله عليك، صبرت ها؟ ايوه. ترى يا جماعة يمكن حاصلوا له بس هو ما يبي يعلم. لا والله. اكيد. ابد. الحمد لله على سلامتك. الله ما تشوف شر وسلامة يوم وسلامة دوم إن شاء الله. إن شاء الله. وداخل إن شاء الله السنة الجديدة إن شاء الله عامل إبل بقوة إن شاء الله. لا والله. الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على سلامتك. هو سلم أبو علي، هو سلم الرجال، بس بشرنا عن الناقة. الناقة تتسلع إنه. هي تطلع الحين. تقول بكرة العصر خلوه يجينا. اسمع لي، وبعدين تقول لازم تعذر مني. يبدأ من كسرة. هذه بمناسبة سلامتك. الله يعطيك العافية. ويجعلك من شر انت والسامعين ان شاء الله.